السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين قناة الشرقية للمواشي على اليوتيوب. حياكم الله أخواني في كل مكان. اليوم 21/10/2024، احنا متواجدين في سوق الغنم جنوب الحسكة في سوريا ماقف البقرة. حياكم الله في كل مكان أخواني. حركة السوق جيدة نوعا ما، طبعا سوقنا يوم الاثنين خفيف، البضاعة خفيفة والشراية قليلة، وأما السوق زين زين، جاء تنباع العجل النظيفة، تنباع الخروف الزين، ينباع الفطيمة، تنباع السوق إن شاء الله بإذن الله جيد، وإن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله يكون السوق أفضل. الله مرزقنا الغيث ولا تعلم من القناطين، إذا جاء مطر غيث إن شاء الله السوق راح يكون طيب بالحيل بالحيل بإذن الله بإذن الله، والله يرزق العالم جميعا، الله يرزق الشاري ويرزق البايع ويرزق الكل يعني. طبعا اخواني اخبركم وبشركم لكل المشتركين والمشاهدين والمتبرعين، مسجدنا طبعا المسجد وصلنا به، عرضنا قبل المرة مشان الطاقة ومشان ادهان، طبعا موضوع ادهان انتهى ولله الحمد، الله يجزاه الخير صاحب الخير فاعل الخير. طبعا ادهان جابوا كامل دهان كامل، وان شاء الله قريبا راح ندهن جامع باذن الله تعالى. وموضوع الطاقه والله لسعنا وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. حياكم الله اخوتي. اشترينا لوحين وحتى نقصنا من اللوحين شوي من المبلغ، ولازمنا لوح ولازمنا بطاريتين، يعني الموضوع كلياته ظل يلزمه $300. طبعا جهاز جبناه متبرع الله يجزاه الخير، زاد بعثنا جهاز 4200 قياسه، بقى لنا $300 يعني حق لوحين، وعفوا حق لوح وبطاريتين، وتعرفون الكبال وامور الثانيه يعني ناقصنا $300. طبعا رقمي موجود اسفل الشاشه اخواني للاعلان على قناتنا لاي موضوع كان، ان كان غنم ان كان سيارات ان كان شيء، اللي يريد يعلن الشيء رقمنا موجود اسفل الشاشه واتساب، واللي يريد يستفسر عن اي موضوع بالنسبه للجامعه او غيره ايضا رقمنا موجود اسفل الشاشه، هو نفسه يعني الواتساب. ما شاء الله تبارك الله. نكمل نشوف خيو القراقير هاي او الفطايم هاي عند الدلال ابو محمد، ما اريد نطول عليكم، صارت 1,900,000 فطايم طيبه بالحيل ما شاء الله تبارك الله. صورني صحيح. اي ابشر والله الله يسلمك، تعطيني الواع ثمانية انا اخذها والله طيبة ما شاء الله تبارك الله، فطيمة طيبة بالحيل بالحيل والله، فطيمة معزوزة. شوف 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 الفصال ده، يلا خوتي فيصل ولا ما تعرف تشتريها ابو شهد؟ ترى دفعنا 19 19 شنو؟ شوف والله رايي يا علاء انت مزاد انت 22 اراجع رايي. سمعت والله احسن من فطيمة ابو غزال هاي 22 لا بالله هذا نخيل. شنو حلوات هذا الحلوات؟ فطيمة ورديات يا علاء، اما هاي فطيمة يا اخي مرزيات الحلوات ما شاء الله، اما بن العدد يعني الواحد شوي يقهز. يلا خوتي كم واحدة ما شاء الله؟ 19 سجل خذ حقها. لا بفعل 20 مليون ابو نهار الاربعاء بفعل. تعال على السيارة وين؟ صار مليونين سوري اخواني، شغلة $130 او اقل بشوي ما شاء الله تبارك الله. الراس الواحد طبعا مليونين شوف والله لسه الوان وفصال ترى ما لي مصلحه مع صاحبه خالص ولا اعرفه، اما مليونين مليونين الزين ما يقبي حاله يرهب من مليونين ما يرهبه نعم والله مو قيد ابدا صحيح والله فطيمه طيبه و100% ها ما شاء الله مليونين مليون. الله الله يطرح علينا رحمه الله يستاهل كل شيء والله فطيمة طيبة ما شاء الله والله فطيمة طيبة. كم واحدة؟ 3 6 9 12 15 17 واحدة ما شاء الله تبارك الله، غنم واحدة. وابو شهاد والله زينات يا ابو شهاد والله بركة الله ما قصرت لا بالله. شوف الزرق وحلوات والله 35 شنو هاي انت بطرف الجيبه يا ابو جهل. امين يا رب امين امين امين. قاعد امزح معك يا اخي ما شاء الله حلوات بالحيل حلوات والله، ظن بس تعبيها بس تعطيها بس تكرمها مضبوط بس الله يبعث بخه تشوف شلون سعرها.
أصل العالم يعني الناس تتوازى مثلاً عدا مشروع عدا شيء تريد تبيع تريد تسوي شيء ببالها موضوع، فلذلك ينزلون مثلاً الفطيمة. العجل يوم سعره غالي ما ينزلون عجل عجل عشرة ولا وراها طلي، ما ينزلون الفطيمة مثلاً. والله أنا ضد بيع الفطيمة، اللي بيع العجل العجل عليها عوز شاب الشغلة ضد بيع الفطيمة. الفطيمة هي أي أم الغنم، هي تصير غنم ما شاء الله تبارك. 500 و5000 5 ملايين و500 و5000 الله عليك يا ابو 5 ملايين و500 و5000 سوري. ال25 يقول لك ايه 30 خرفان شنو وراها؟ 50 خرفان 600 ما شاء الله يقول لك ايه ايوه ها 600 و5000 10000 10000 610000 يبي وراه خرفان طيب ما شاء الله 10000 يا قاسم 10000 عندك شيء حجي 10000 عندك شيء اخوي؟ ما حد عنده شيء؟ حد عنده شيء؟ هاي راحت يا حسن بعناها خلاص بيعها والله ما تشله والله ما تشله خلاص بعناك الله يرحمه وراه في الملاك يلا بعناها الحمله بسرعه ايوه باعت ب 500 ب 5 ملايين 610000 ورد 10000 لي 5 ملايين ايش قلت 600 610 اي ما شاء الله بابا وين صاحب ايوه 400 والله خرجك تصوير 400 اي 400 ما شاء الله 200 معلم خليل 400 شنو سنه ابو احمد لسه عليه وضره عليها تقول هبريه 400 مرحبا على بس عليها ضره طيبه ما شاء الله شرفه والله ما طبعا اختها هي اختها يا ولد روح روح يا زين 300 10000 مرة طيبة دح 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 شلون مرة دح 10000 أربعة ونص عليك صارت 4325 وخمسين لا قول لي 500 تعرف أدلل يعني 500 لا يا تفصلها هي لا أدلل لا أدلل على وراجع على هذا 350 350 يا الفصل بده يراجع صاحب الحلال يا ابو غالي يا ابو صالح ابوس قلبك بس اقول لك الحلال تبيع فصل ما تراجع انا شعرك يا لا لا يا اخي ما حد يشتري هذا خلع الحلال خلاص انا برشي له بده خلاص ايش فرع المراجعه خلني تبيعه تاكل يا اخي حسين محمد العادي وين وين هو حقها للاربعاء يا شباب تاكل بالصوره ايوه 75 روح جيب قرص شاي يشربون العالم ايه وين راح العسكري يلا ابو يمسى جو بوز والله 75 منو قال 500 من هو صارت هاي البعد راحت 400 صارت 400 5 ملايين و400 4 ملايين و400 عفوا 4 ملايين و400 4 ملايين و400 قال لي 500 ثلاثه راجع رايه يلا خذي 500 شريته راجع الشارع طيب والله ما تندم علينا اول اخواني معانا حسون طبعا حسون تحياتي لك حياتي. انت احد المربين وصحيح صغير حجمك صغير وعمرك صغير بس بيك البركه وخبره بالسوق وش الراي بيا نعرفك وإلك يعني معلومات طيبة بالنسبة لأسعار المواشي يعني بهالمهنة شنو وضع السوق بشكل عام يعني السوق بشكل عام أبو غزال حركة ضعيفة بيع وشراء ضعيف بيع وشراء ضعيف ضعيف نعم البيع على شنو قاعد ينباع الفطيمة من $100 تنباع $150 تمام يعني مليون ونص للمليونين و200 تمام طلب تماما شنو غيره ينباع ينباع الخارف والصغير زاد من المليونين للمليونين ونص أيوة $150 تقريبا أقل أزود أنعجة أنعجة تنباع زاد من الأربعة للأربعة صار عليها الطلب على عشرة من الأربعة إيه للأربعة ونص هاي بيع عشار هاي إيه شفنا قنا مواليد انباعت جيري بس 6 ملايين يعني شيء 400 أنعجة طيبة تنباع أنعجة زينة وراها خارف تنباع لل 400 350 375 مشكلة أيوة عرض الطلب تماما أتشبش أتشبش مالس حتى الآن أتشبش مالس أتشبش مالس نعم جدي ينباع من $80 إيه؟ $100 $100 $120 ينباع أما جدي طيب أسخل أسخلت المجنوي أسخلت المجنوي من $150 رح تنازل $100 أيوة تماما شنو النوب غيره إذا ما ذكرنا مشان ما حد يقولنا العنز العنز والله ما عليها طلب خروف اللحم خروف اللحم خروف اللحم نعم كيلو $3 70 والله الحجي له خبرة كبيرة $3 70 أبو غزال $3.70 ما عليه طلب زاد وما بي طلب طلب ضعيف طيب الخروف الوردي قاعد قلنا 100 $150 ينباع
هذا خروف السنة. خروف السنة مثل هذا. رويسي يعني. يعني خروف رويسي. صار مليونين ومئتين يعني شيء 150 دولار. شيء 150 دولار. يعني رويسي هذا. إيه هذا رويسي هذا. حسون أولي إحنا الخروف الوردي من سنة وسنتين كنا نشوفه نستناه إلى شباط أو رأس سنة. السنة تنزل. تنزل. أما هذا. ما شاء الله. السنة نزل كل سنة ما. ما شاء الله مو الغنم قامت تولد مرتين بالسنة. ولدت مرتين الغنم. الله يرزق بارك الله بك حسون اشكرك اجي عليها سون طيبه ما شاء الله تبارك الله حلوه بالخير يلا يا ابو عبد صارت 4 ملايين قاعد تطلب 4 ونص ما شاء الله ثنيه 25 و 25 30 سلام عليكم 100 عاد بلش ربع ال 30 100 يقول لك 100 يقول لك 100 بالدبوس 100 125 125 200 روح 200 و10 و10 يا 49 50 حلو ما شاء الله 100 ثنيه ثنيه لسه ثنيه ما شاء الله 49 اللهم صل على النبي كم ال 100 انا مسكر على طول مسكر 500 4 ونص 4 ونص و10 يلا انا عجب 600 ايوه 600 عافيه وطججونا و10 ايوه 10 10 هاي و100 خمسة ومية ميتين خمسة وميتين خمسة وميتين يا أبو عبيد خمسة وميتين ميتين ما شاء الله عليه ثنية طيبة الله يوفق له هذا عنده شيء عليها كالسي عندك شيء قلت يا أبو حمد خمسة وميتين بس يخلص المس بيدك ما حد يفيدك اقلو 50 300 55 60 اشوف ابو احمد يزيد بوحكم ايوه 400 50 و 400 خالص 5400 5400 و5000 10000 25 ايوه 5.5 و5000 10000 7000 20 يا ابو احمد 520 520 جرس ما جبت 520 بدك تجيب الجرس انت لسانك ورطك ترى اذا جابت اجيب الجرس اذا جابت قيمه اجيب الجرس 520 الله يبارك عندك شيء خالص 6 ملايين على 6 شيل يلا بعض سوم لا ينسون ثنية العليم الله الثنية طبعا فراح الدلاج دائما يسمع نذكر ري ثنية ما أعرف قرقورة لسه عزيز ري ري شوف بالله قرقورة شوف ليه قرقورة بعقل قرقورة العليم الله لها قرقورة 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 لسه يعني في طيبة ما شاء الله تبارك الله والله ما أعرف إيش صارت ابو حازم صلاه 43 400 احنا شهرين ونص ثلاث اللهم صل على محمد ما شاء الله ايه شفته شاف لي الرجال تبارك الله حلوه حلوه بالحيل حلوه ابو فواز يا ابو فواز شوف لي الفطيمه الزينه الصلاة على محمد الصلاة على محمد الصلاة على محمد اي والله علم بيضة حمراء زين هذا ثلاث معزة مجنوي كانه عشار ابو ما شاء الله مبين شنو اسعارنا ابو عمار؟ ثلاث بيع سنن عنز مو معزة فتاية ثلاث بطون ايوه ما شاء الله ثنية وثلاثات على 3 ملايين ما شاء الله يتحلب سحلب مليون سحلب مو اللهم صل على النبي حلوه ما شاء الله كشمي بيش هذا مليونين جدي جدي مو جدي تيس ولا جدي لا جدي مو تيس ابعث لي شيء تيس شغله على هاتف راسي ابو عمار على راسي نكمل مع ابو حسين
إيه وفاسيه بيش هذا؟ مليون و 700 ريال جدي واسخلة؟ مليون ونص اسخلة ثالث أبو 15 يا شباب والله زين سعره رخيص يعني زين ولا وجداي انا 15 هذا انا هذا جدامي هذا 20 مليونين مليونين هذا انا مليون 800 مليون 800 هذا البيض حلوات هذا خروف وردي اخواني هذا رويسي نازل جديد ايش قد عمره هذا شهر ونص لا ما توقع شهرين توقع يعني مشهر من جوا صاير مليونين مليونين ما شاء الله ما شاء الله احنا بتشرين احنا بشهر العاشر ونازل الخروف الوردي اولي قديما يعني مو قديم قديم حيل يعني من سنه 60 شفنا نشوف الخروف ما ينزل الا براس السنه وشباط ده اكثر خروف الوردي السنه والقنم مولده رويسي مره ثانيه يعني بنفس العام اللهم صل على محمد خروف معبى السوق ما شاء الله مليونين مليون طبعا صارت ما بعد ما شاء الله تبارك الله حلوات اللهم صل على محمد حلوات حلوات بالحيل حلوات ما شاء الله في ناس تربط خروف وردي صغير بالعمر هذا تربط هذا ياكل شعير بس اسني عليه شوي شوي اهتم بيه بالعلاج احافظ عليه من البرد اموره طيبه بالحيل ما شاء الله على هالالوان الحلوه اللهم صل على النبي خرفان وراهن شنو؟ خرفان فطيمه وخروف خروف وفطيمه خمسه ومية ما شاء الله الصلاة على محمد تبارك الله خمسة ومية والخرفان أبو أحمد ما صارت ايش طلبت عليها ايش قد طلبت مليونين وسبعمية ما صارت وش وهنا عجز زينة الزرقاء الحمر الرزية ها لحم لحم ايش قد أبو أحمد أربعة ونص ما شاء الله الفطايم ما صارت؟ صار ابو يزن رئيس هذا الياسر ياسر جايب ياسر ياسر مشتري ياسر هذا ال20 مليونين مليونين وهاي هاي صارت مليون و900 ان شاء الله هذا الحالة؟ بيش هذا؟ 16 مليون و600 خرفان الواحد مليون و600 ايوه توم هذا ابو احمد كل واحد لحال ايوه شنو عندك ابو احمد انه مليونين و100 ايوه اصغيره هالقرقوره 18 مليون و800 ايوه والخرفان ابو احمد ما صار عندك غالي مليونين و800 ايوه وهذا هذا هو الشوب هذا 25 صار مليونين ونص اشكرك يا ابو احمد بارك الله بك 25 ما شاء الله ما شاء الله سولف يا زلمه قراقير طيبه اخواني جنسه حلو ما شاء الله مليونين 625 ما شاء الله تبارك الله مليونين 625 حلو يلا شوتي ما شاء الله دحايش يلا شوف شوف هاي دحام دحام ليش ما قلنا 700 والله خل ادين هم يدفعوا 22 و23 الصلاه على محمد والله صار عافيه 700 700 700 ايه عافيه دحام 700 700 طججولو طججولو ايه على تعال على ما طججولو على ما فعل طججولو الحقي على 700 مليون 700 صار حسنات حسنات حلوه شيء محسن طيب ما شاء الله يعني حلو هذا شو انت تجاره ما يزبط معك ما شاء الله اما محسبه حلوه مليون 700 تلمس في جوك تلمس مليونين وسبعمية حسون هذا الحمر مثلك يلا حسون يلا الحين برقة ساعتين قال لك ب 300 دولار 400 دولار اي والله صحيح اما زينات والله حطوهن على هالمجموعة ايه هذا اللي محنين شوف ايش حق ب 3000 دولار تعال تراجع الناس بتشحن عنده ما بيش يا ابن اختي ايوه 700 700 هذا علاء خاف حدا بيضيعه علاء ترى عندنا بيض يلا حياك والله 700 700 نعم 100 تنطح 100 مليونين مليونين اي مليونين و700 على حسك يلا يا ربع
بعد اخوي المال الزين. نعم هذا راع الحراشي، هذا راع المزايين. 27 صار 27 يا ابو حازم. يقولون عليه الدن اي والله. اي بعد يا ابو حازم تشوف شايف خشاش شلونه؟ ما شاء الله حلوات والله حلوات. حنيات اكثرهن قاعد يحنن وترى ما اعرف. ارفع لي راس راسه وحده وحده. والله ما اقدر اقول لكم يا اخي اصلا ما يحنن احسن يا اخي يندقرن يندقرن والله يا اخوان اذا يحنن يندقرن دق دق عليها دق عليها شوف لها الرقية شريف اخر على اخر هذول مو مش الرأي يسبون اللي ما عنده مصاري واللي ما هي شغلته طيب طيب ايش قد حسون حقنا؟ صار 27 مو حق نطلب عليه نفضل ثلاثة ونص اتوقع يبيعون بثلاثة ثلاثة انا عارف 200 دولار لا نبيع سوقنا فوق الحق